يلا بينا نتعرف على الخاصية الجديدة في PHP 8 اللي هي Get Resource ID. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني الكرام مرة أخرى. هنشوف الـ Get Resource ID وإيه الهدف منها، ليه تم إضافتها في الإصدار الثامن. في اتصالاتنا بالمايسيكيال او من خلال المايسيكيال بقاعده البيانات او باي قاعده بيانات تانية زي SQL سيرف او ان انا بستخدم موارد خارجيه مع البي اتش بي، كنت عشان اتعامل مع معرف المورد ده او الريسورس ده كان لازم يرجع لي على هيئه سترينج، فبضطر ان انا احوله الى انتجر، وده كان احيانا بيعمل مشاكل. فبالتالي عشان يحلوا المشكله دي حطوا داله جديده اللي هي داله ال Get Resource ID. طيب احنا ما عندناش اي موارد خارجية ولا عندنا اتصال بقاعدة البيانات دلوقتي، بس هنعمل وليكن اتصال بملف داخلي على السيرفر، عشان كل ملف بيكون لي سيجنتشر او ID على السيرفر، ونقدر نسحب الID بتاعه، وكمان نتعامل بشكل امن مع القيمة الرقمية. طيب خلينا اجي هنا اقول مثلا فايل، اوكي هقول اف اوبن اللي احنا عارفينها ميثود الخاصه بانشاء ملف جديد على السيرفر. خلينا اقول مثلا تكست، او هقول data دوت تكست، وهخليه ان هو يكون واخد وضع الرايتنج. فهاجي اتعامل مع المورد ده عشان ابدا اشتغل عليه واحط data جواه، لازم بيكون له ID للريسورس بتاعه. فهاجي هنا اقول echo get resource ID. فهاجي هنا هقول الفايل عشان اقدر اشوف الID بشكل رقمي على السيرفر، عكس ما احنا لما كنا بالبوليفيل الخاصة اللي موجودة في السيمفوني كباكيج، هي وظيفتها ان هي بتدعم خاصية الجيت للريسورس، وتشوف الريسورس تايب لازم يكون من نوع ريسورس عشان بيكون لي ID اقدر اتعامل بيه من خلال السيرفر. طيب خلينا اعمل ريفرش. لاحظ هينشئ الملف وهيعرف لي هنا او هيديني السيجنتشر او الايدنتيفاير او الانتجر فاليو بتاعته. فبالتالي لو جيت هنا قلت ان انا هقول جيت تايب بالشكل ده، هيقول لي ان هو معرف من نوع انتجر، عكس ما احنا كنا في الاول نقول له get resource type واقول له مثلا الفايل، هيجي هنا لاحظ يقول لي ان هو stream. فبالتالي ده ان هو stream file، فبتعامل معاه على انه ليه identifier او ان هو ليه ID بقدر اجيبه، طبعا سواء كان باتصال بقاعدة البيانات او اتصال خارجي على قاعدة بيانات خارجية، فبضطر اتعامل مع الID بتاعها. فبالتالي لو جيت هنا قلت ان انا عندي مورد اللي هو الداتا دوت تكست ده، هقدر اعرف الID بتاعه. كمان ان انا لازم اتاكد ان انا عندي، هقول هنا مثلا جيت تايب واقول له ان انا عندي از ريسورس، ده اللي من خلاله اقدر اتاكد هل ده فعلا ريسورس. فبالتالي هنا هيقول لي ان هي بوليان، اي ان القيمه العائده هنا في التايب من نوع زي ما انت شايف 1 هي. خلينا نيجي هنا اقول سطر جديد rn اوكي عشان يعمل سطر جديد او ان هو يعمل سبيس. خلينا اقول بريك اختصارا للوقت. لاحظ هنا اللي هي لاحظ 1 سويتش، تمام. فبالتالي ممكن اقول var dump فهيقول لي ان هو بوليان والقيمه اللي راجعه ترو. فبالتالي الجيت ريسورس اي دي، الاول كنا احنا بنقول له از ريسورس وبنقول له هات الارجيومنت ده واعمل لي تحويل
ان هو القيمه العائده منه تكون انتجر. فكانت احيانا بتيجي تكست وبيحصل فيها مشاكل، لكن لما عملوا الميثود الخاصه اللي هي الجيت ريسورس اي دي، الكلام ده طبعا مع الناس اللي بتشتغل في حاجات خاصه ببناء المشاريع الاداريه الخاصه ب اداره السيرفر والمانجمنت او الفايل سيستم على السيرفر، فهيكونوا عارفين الموضوع ده اكتر. لكن انت في المستقبل لما تتعامل مع الريسورسز وتفهم بشكل اعمق ايه هي الريسورسز، هتلاقي ان انت محتاج الداله دي في شغلك. ونقف لحد كده ونكمل في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.